لك الله يرحم الشهداء الابرار اللي ما كلاوش يعني بنانا ولا تفاحه ولا كيوي، ما يقدوش نقده زينه يا جماعه. وحنا قاعدين الحمد لله على نعمه الاسلام قاعدين نكسروا في بعضاتنا. انا عمري ما شت بلاد دخلت مين على الحبس، وعمري خدمت في عين صالح 7 سنين ما سمعش واحد يهضر في واحد. وهنا اللي جاي يحشي لكم خاطر انا ماناش دايرين ثقه في الله، ترى انا دايرين ثقه في الله ومؤمنين على الحق. تعطيني 100 مليار ما نسحقش منك، ما نسحقوش. خويا ظالم نقول ظالم، ولدي سارق حبس ما دوكنيش السرقه، هادو هما الرجال اللي باقينهم. انا اعوذ بالله من كلمه انا نالي كنت نقول لهم الله يكشف السارق من رئيس الجمهوريه لحارس البلديه، كانوا يضحكوا عليا وقالوا لولدي مهبول. ولكن احنا نقولوا قريب الله ينصروا. وسيدنا يوسف عليه السلام دخل للحبس ولكن تريته الجنه، تاني قريب نطلب ربي الجنه الفردوس. ولكن عيب لو كان كنا رجال البلاد فيها شحال من راجل نجمعوا وقال اروح على اصحاب البلديه، اروح قريب، اروح على المسؤولين، اسمعوا اخدموا البلاد اخدموا الوطن ولا بعده. اخرج يا خويا روح خدم دارك، روح خدم جنانك. ولكن احنا قاعدين نكسروا في بعضاتنا. نالي كان يجي السلام كاع الناس لا تصفق وتشيك له ويذبحوا المشاوه ويذبحوا الخرفان، جابوا يحيى تاني هكا. ولكن شوفوا مش سيد الوالي اليوم راه الامام في الممر ما يعطيكش يقول سيدي رسول الله، سيد الاولين والاخرين. رسول الله جاع، رسول الله تقول انت حبيب الله يجوع. ولكن للاسف حنا نطلبوا رب العالمين من هذه البلديه نتاع المنيعه واللي جا المنيعه مرحبا به وسهلا، ونطلبوا رب العالمين من تبون وحكومته والمساعد يطلقوا قريب. قريب راه مظلوم. الله اكبر. قريب راه مظلوم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ومسلم والحمد لله. ونعرفوا احنا مش الرشوه ولا اصحاب